أجرى وزير الخارجية سامح شكري جولة تفقدية لمقر السفارة المصرية في فرنسا للاطمئنان على جاهزية المقر الانتخابي بالسفارة لاستقبال المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية التي تعقد للمصريين في الخارج خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من ديسمبر المقبل. وخلال لقائه مع القائمين على العملية الانتخابية في باريس، أكد وزير الخارجية على ضرورة الالتزام بالقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بأقصى درجات المهنية والنزاهة واليسر. ودعا وزير الخارجية المواطنين المصريين في الخارج إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي باعتباره واجبا وطنيا وحقا أصيلا لكل مواطن يكفله الدستور.